مرحبا يا أصدقائي، قطعة خارجية سعد سعدادي 2016 دور ثاني، Assistant Lecturer عثمان مرزوق. هلا خلونا نبدي. مستر جونز، طبعا هذا من انطاني اسم مستر جونز في بداية القصة وفي بداية القطعة، معنى هذا يصلح عنوان للقطعة. Had a few days holiday، كان له عدة أيام عطلة. So he said، لذا قال، I'm going to go to the mountains by train، سأذهب إلى الجبال بواسطة القطار. Mountains يعني جبال، train معنى قطار. He put on his best clothes، وضع أفضل ملابسه، يعني ارتدى أفضل ملابسه. Took a small bag، أخذ حقيبة صغيرة. Went to the station، وذهب إلى المحطة. And got into the train، ركب القطار. He had a beautiful hat، كان لديه قبعة جميلة. And he often put his head out of the window، ودائما ما كان يضع رأسه خارج يعني من النافذة، يخرج رأسه من النافذة. During the trip، من خلال يعني خلال الرحلة. And looked at the mountains، وينظر إلى الجبال. But the wind، لكن الريح، pulled his hat off، خلعت قبعته، جرت قبعته. Mr. Jones quickly took his old bag and threw that out of the window too. فهذا Mr. Jones مباشرة أخذ الحقيبة القديمة مالته ورماها من الشباك أيضا، يعني ورما طارت القبعة مالته، شال الشنطة وشمرها وراها. يقول the other people in the carriage laughed، الناس الآخرين القاعدين بالعربة ضحكوا. Is your bag going to bring your beautiful hat back؟ فسألوه، هل حقيبتك ستجلب لك قبعتك الجميلة؟ No، Mr. Jones answered. إجاب Mr. Jones، لا. But there is no name and no address in my hat، and there is a name and address on the bag. إيش قال؟ قال لا، لكن ماكو بالقبعة مالتي عنوان واسم إلي. الرجل اللي راح يلقى القبعة وجنطة، الجنطة بها اسم وعنواني. لهذا اللي راح يلقى القبعة راح يرسل ليها يرسل ليها على العنوان. Someone's going to find both of them near each other، شخصا ما سيجدهما قريبات واحدة من الأخرى. And he's going to send me the bag and the hat، وسوف يرسل لي القبعة والجنطة. أروح للأسئلة، هاي القصة مضحكة. How did Mr. Jones go to the mountains؟ كيف ذهب؟ طبعا السؤال هنا بهاو، طبعا by train، يعني هنا أنا went to the mountains by train، الإجابة فقط راح تكون by train، بواسطة القطار. كيف ذهب؟ بواسطة القطار. Mr. Jones threw his hat out of the window، Mr. Jones رمى قبعته من الشباك، ورمى القبعة من الشباك لو جنطة، قبعة طيرها الهواء، طبعا false. Why did the people in the carriage laughed at Mr. Jones؟ ليش الناس بالعربة، طبعا العربة اللي هي جزء من القطار، يعني للركاب، خاص للركاب. قطار مكون من عدة عربات، بعض القطارات تكون من 20 عربة، واحدة مربوطة بالأخرى. الكارج هي جزء من القطار. ليش الناس بهاي العربة اللي قاعد بها هو ضحكوا؟ لأنه رمى الجنطة مالته، because he threw his bag out of the window. شنو الإجابة؟ Mr. Jones threw his bag out of the window so that someone might find it. طبعا هي الإجابة فقط، because Mr. Jones threw his bag out of the window. ممكن
يعني هذه التكملة. So that someone might find his new his hat and know his address and send them back to him. سؤال آخر. Why did Mr. Jones throw his bag out of the window? ليش رمى Mr. Jones حقيبة مالته من الشباك؟ لا احنا اصلا حكينا عن الثالثه ورحنا للجواب الرابع. الثالثه why did the people in the carriage laughed. الاجابه because he threw his bag out of the window, because he threw his bag out of the window. الرابع السؤال ليش رمى الجنطه من النافذه. Because هو لانه هو يعتقد that someone might find it near his hat and know his address and send them back to him. What did Mr. Jones often do during the trip? شنو اللي دائما يسويه Mr. Jones وهو يعني خلال الرحلة؟ طبعا كان دائما يطلع رأسه من النافذة وبعدين طارت القبعة. Mr. Jones often put his head out of the window and looked at the mountains. دائما كان يطلع رأسه من النافذة أي ينظر إلى الجبال. طبعا هنا مستر جونز هات مستر جونز and his trip مستر جونز and his trip. فهذه أي عنوان راح يكون مناسب لهذه القطعة أو ممكن تقول the hat, ممكن تقول the trip, فقط هذه كعناوين. أما الآن تحياتي.